حالة نفوق الأسماك بسد جروز في ولاية ميلا بشكل خيالي، وأصبح بالآلاف يوميا، موازاة مع مناشدة المواطنين للمسؤولين من أجل تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا النفوق. وتفاصيل مع سفيان بعون. كارثة بيئية بكافة المقاييس على مستوى سد جروز ببلدية وادي العثمانية في ميلا، إثر نفوق الآلاف من الأسماك بصورة غير مسبوقة وفي توقيت يسقط ارتفاع درجة الحرارة بالماء وقلة الأكسجين يسقطه في الماء. والله يا خويا شوف الحوت راه كل يوم يزيد يموت، ساعات نلقاو يوم نلقاو 100، اليوم نلقاو 200 300، راه قاعد غير يموت بكثرة. نطالب من المسؤولين يديروا لنا حل ويقولوا لنا اسكو هذا السد نظيف ولا خامت. فضح الوضع البيئي على مستوى السد والذي كان قبلة للراغبين بهواية الصيد، فضح غياب الصرامة الكاملة في إيجاد مكمن الخلل القائم، رغم الخطورة التي يواجهها هذا الوعاء المائي الضخم باحتوائه حاليا قرابة 6 ملايين متر مكعب. أصبحت اليوم بفعل نفوق الأسماك تطرح الاستفهامات بشأنها. احنا عندنا نجيب هنا نخافوا لا نمرضوا من الخماج هذاك، تشوف الريحة بزاف اللي ياك تشوفها، والله مليان قد تخلص. عندنا نجيو نجيو ولا ما نحكموا حبة. جبتوا الحملة هاك تشوف الكارثة اللي رانا فيها، كارثة عظمى هاك تشوف فيها حوت كل حوت كل تشوف فيه صغير وكبير. ها هو تشوف فيه روح من هي تشوف الكارثة الكبيرة هاي من هي. على امتداد حواف السد تتكدس كميات هائلة من سمك الكراسان النافق، مما سبب روائحا استدعت ردمها في حفر للتخلص من الروائح. كثرت خلاص راهو خماجات كبيرة البحر، السد هذا راهو مهمش. الحوت راك تشوف كيف قاعد يموت، راهي بعض من الناس راهي تطلق في الخماجات في الويدان يحدر حتى لهنا. إيه راك تشم في الريحة. قمنا بمعاينة ميدانية للمواقع وقمنا وانجزت تحاليل وفي انتظار النتائج باش نحدوا السبب وراء هذه الظاهره. فتكرر الحادثه بهذا الشكل يستدعي التعجيل بالكشف الكامل عن حقيقه ما تتعرض له احدى اهم المخزونات البيئيه والمائيه في ولايه ميلا.